السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أولياء التلاميذ، الآن عندنا اختبار في مادة التربية المدنية الفصل الأول، دائما مع السنة الثانية ابتدائي. صباحا كنا درنا رياضيات، ويوم أمس درنا في اللغة العربية والتربية الإسلامية. اليوم هو اليوم الثاني للاختبارات، وهو يوم الاثنين الثاني من ديسمبر 2019. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. التمرين الأول يقول: أجيب بصحيح أو خاطئ. التعليم حق لكل طفل. التعليم حق لكل طفل، صحيح. قلت في فيديو سابق بين الحق والواجب، قلت أن نطبق مقولة الحق لي والواجب لغيري. الحق لي والواجب لغيري. التعليم هو خاص بي، إذن هو حق، حق لكل طفل. ثانيا: أشتم جيراني وأؤذيهم، خاطئ، تصرف خاطئ. أقف منضبطا في الصف وأمام القسم. أمام القسم ما نديرش طوايش، نوقف عقل، إذن صحيح. أتقن عملي وأكمله، كيعطوني واجب في المنزل نقوم به أحسن ما يرام، ما نشطبش، إذا صحيح. التمرين الثاني: أصنف في الجدول السلوكيات التالية: الصراخ، التحية، الشتم، التعاون، الكذب، الطاعة. نبدأ بالصراخ. ما هو الصراخ؟ الصراخ هو العياط، معناه أن نعيط بصوت مرتفع. التحية وهي التحية مثل السلام عليكم وصباح الخير، إلقاء التحية. الشتم، الشتم وهي السب، قول ألفاظ غير ملائمة. التعاون معناها المساعدة، نساعدهم في حاجة يحتاجوها. الكذب، الكذب معروف. الطاعة مثل طاعة الوالدين، طاعة الجيران، طاعة المعلم. هنا نضعها في هذا الجدول سلوك حسن وسلوك سيء. قلنا الصراخ، والصراخ بصوت عالي، إذن هو سلوك سيء، الصراخ. التحية مثل صباح الخير، السلام عليكم، إذن هي سلوك حسن، التحية. الشتم، الشتم وهي السب، سلوك سيء، جيد. التعاون معنى المساعدة، سلوك حسن. الكذب، الكذب سلوك سيء. الطاعة وهي سلوك حسن. التمرين الثالث يقول: املأ الفراغ بالكلمات التالية: المدير، الهواء النقي، المعلمين، الفواكه. الجزء هذا اللي مازالوا ما درش اختبارات، احتمال 90% غادي يكون في هذا الاختبار. الشجرة صديقة الإنسان تعطيه، الشجرة واش تمدنا، واش ندحنا من شجرة، تعطيه الثمار، الفواكه، الفواكه، وتقدروا تلقوا الثمار نفس الشيء، تعطيه للفواكه هو الهواء النقي، والهواء النقي. هنا في الجزء الثاني: أنا تلميذ مؤدب في المدرسة، أحترم، وش كاين في المدرسة؟ أحترم المدير، أحترم المدير والمعلمين. في التمرين الرابع، التمرين الرابع دائما عندنا مشكل معه، يا في الرياضيات، يا في العربية، يا في التربية المدنية. التمرين الرابع يقول: في نهاية الأسبوع ذهبت في نهاية الأسبوع ذهبت مع عائلتك إلى الغابة، فأعجبت بمنظرها الجميل وهوائها النقي، فكيف ستحافظ على الغابة؟
أعطونا ثلث رؤوس أقلام نعمره. كيف تحافظ على الغابة كي تكون في الغابة؟ لا أرمي الأوسخ، جيد، لا أرمي الأوساخ، أيضا لا أقطع الأشجار، لا أقطع الأشجار، جيد، أضف، نعم، لا أشعل النار، هذا التمرين الرابع أظنه صعب نوعا ما، لكن إذا فهمه التمرين يصبح سهلا نوعا ما. إذا هذا هو في اختبار المادة التربية المدنية، ربي يوفق وليداتكم إن شاء الله، والأولياء اللي ولادكم ما خدموش وداو 4 و5 في المعدل، وهذا ماشي وقت الملامة دركا والوقت اللوم تاع التلميذ، بالك تعيطوا عليهم بالك تضربوهم، خاطش التلميذ ماهوش لا غالب، هذا واش الحصيلة تاعو، هذا واش عنده الفصل، مازال ان شاء الله فصل ثاني وفصل ثالث ويعوض ان شاء الله، ورانا معاه ان شاء الله نخدمه معاه يوميا ابتداء ان شاء الله من الاسبوع الثاني نبدأ نخدمه ان شاء الله معاه. اللي يحب الوليد النجاح يتبع له، يوقف معاه، ماشي اوبليجي قلت لك تبع، يتبعني انا ولا يسمع لي انا، معليش يتبعك انت، يتبع دروس خصوصية اللي عندكم الدراهم وتقدر تكفل بولدك في دروس خصوصية، تكفل بها ماذا بنا، استثمروا في أولادكم في الدراسة وفي الرياضة وفي إن شاء الله نديروا فيديو على الحوايج هذو، كيفاش نستثمروا في أولادنا إن شاء الله. هذا واش كاين، الاختبار الأول جاز، والجماعة اللي مازال ما داروش اللي ما مضربين وكاع، ربما في هذه الأيام القلائل يكون كاين اختبار إن شاء الله. مهم الأولياء ما يقلقوش روحهم وما يكون الخير إن شاء الله، ونقفوا معهم وهم فين يقفوا مع أبنائهم إن شاء الله، وربي يوفقهم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.